السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا جماعة نعمل فيديو جديد. الفيديو ده هيبقى بعنوان ازاي تثبت الزاجل عندك، يعني ازاي تثبت الزاجل في المكان. طبعا الفيديو يا جماعة قبل ما ابدأ الشرح او قبل ما ابدأ الفيديو، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، ولو انت مشترك اعمل لايك وشير للفيديو عشان نقدم لكم المزيد ان شاء الله. طبعا يا جماعة في ناس كتير بتقول لك ثبت الزاجل والزاجل بيتثبت عندك والكلام ده كله. طبعا انا جربت اثبت الزاجل عندي، انا يعني عن نفسي جربت ان اثبت الزاجل عندي بطريقة واصول كنا ماشيين على الاول والكلام من ده، وثبته وطلع ونزل وخرج مع الحمام وطلع فوق اللوفت ونزل وقعد فترة طار فوق اللوفت، يعني يطلع مثلا من على اللوفت او يطلع من باب اللوفت، يطلع ايه على الحمام على السطح بتاع البيت، وبعد كده يطلع على اللوفت ويبص هنا وهنا ويروح وينزل على سطح البيت وينزل يحبس في التراب والكلام من ده، وفضل طار على كده فترة والدنيا جميلة. لكن الفرد الزاجل اول ما بيمسك السما ما بتشوفوش. انا جربت الحكاية ديت في 3 حمامات ديكورين وانتاي، يفضلوا كانوا يبقوا تمام التمام واخدين دشار وطالعين على اللوفت ونازلين وبقالهم فتره وفرخين عندي والكلام ده كله، جربتهم. بس الحمام ده كان حمام ناس صحابي، انا شاريه من ناس صحابي طاير عندهم اقدر ان انا اجيبه، عشان كده حبيت ان انا اجرب عليهم عشان الناس اللي بتقعد تقول ازاي تثبت فرد عندي، ازاي اطير فرد الزاجل الكبير ده، لا ده طيرت. لو طار عندك يا جماعه وهو كان طاير عند حد قبل كده يبقى ما هو الزاجل، يعني لو طار عندك فرد زاجل وكان طاير عند حد قبل كده يبقى ده مش طبعا مش فرد زاجل. وانا جربت هو بنفسي، جربت على الحمام ده، كنت انا جايبه من واحد صاحبي وقلت فارخ عندي الحمام فارخ عندي، قلت هديله انشره كويس والكلام من ده وهسيبه يطير، يعني هجرب عليه اشوف هو هيثبت ولا مش هيثبت. ده طبعا ما ثبتش يا جماعه، الفرد ثبت وفضل ثابت ثابت ويطلع وينزل، واول ما مسك السما الفرد ما بي ايه بيلف لفتين في المكان او بيقعد مثلا ساعة ساعتين في المكان يلف فيه في المنطقة عم بيحدد مكانه، وبعد كده ما بتشوفش فرد الحمام. فطبعا يا جماعة ما فيش فرد حمام بيثبت. انت لو عندك حمام وعايز تثبته، لا الافضل خليه فرخ، افرخه خليه فرخ عندك وافرخ وطار عياله احسن، حتى عياله ان ضاعت هتفرخ غيرهم، دي المسألة يعني، حتى عياله ان ضاعت منك هتفرخ منه تاني وتالت ورابع وخامس. فما فيش زاجل بيثبت يا جماعه. هو ده كان فيديو النهارده، ان استفدت حاجه منه او من الفيديو اشترك في القناه، نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وكان معكم اخوكم في الله محمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.